غنمشي ولا انا عندي واحد البسكوي خاص بالاطفال غنديروه في الدار كيعطينا كميه معقوله حتى البسكوي كي غالبا كيتباع غير شي شويه غنديرو بكميه كثيره للاطفال في الدار. انا اولا غادي ناخذ نديرو فيه صابلي عجينه الصابلي اللي فيها 125 غرام ديال الدقيق 75 غرام ديال الزبده فار بيضه 500 غرام ديال السكر 50 غرام ديال السكر كلاصي حيديا نص خماره وفانيا. عندنا فيه 125 غرام ديال الدقيق 75 غرام ديال الزبده فار بيضه 50 غرام ديال السكر كلاصي نص خماره وفانيا. غادي نعجنو العجينه ديالنا عادي نخدمو الزبده والسكر من بعد كنزيدو الفار بيضه ونخدمو لاباتيكشن عادي ديالنا ندخلوها للثلاجه حتى تبرد تقريبا نص ساعه ونقلكوها بين جوج بلاستيكات ونقطعوها تقريبا على شكل طولي مستطيل طولي او لا القياس اللي بغينا بالاحسن نديرو الشكل المستطيل يكون طويل شويه. من بعد كناخدو نمشيو نوجدو الكراميل ديالنا عندنا صابلي كندخلو الفران كيطيب عادي وكنخليوه يبرد. عندنا في الكراميل ديالنا غادي نوجدو جوج معالق كبار ديال الجليكوز كاسرونه غادي نديرو جوج معالق كبار ديال الجليكوز مع معلقه ديال الماء حتى كيدوب. عاد كنزيدو كاس ديال سنيده كنخليو سنيده ديالنا مع الجليكوز حتى كيدير يعني كيتكشكش في الكاسرونه وكيبدا يعقد كيبدا يذهب اللون ديالو يعني يلا كي كيبدا يتكشكش ويذهب اللون ديالو كنزيدو معلقه كبيره ديال الزبده مع وفي الاخير كنزيدو كاس ديال لاكريم فخاش ولكن كنبعدو شويه كنزيدو كاس ديال لاكريم فخاش. هنايا باش كيجينا الكراميل عاقد كنقصو من لاكريم فخاش. نورمالمون الكراميل باش كنديرو كنزوقو به لي بارتو هذا كنديرو تقريبا كاس ونص حتى جوج كيسان ديال لاكريم فخاش باش كيجينا شي شويه صحيح. هنا بغينا يجي عاقد شويه كنديرو غير كاس ديال كنحاولوا لا انا نجيبوا العبارات بالكاس وبالمعلقه وهذا السيدات كيطلبوا منا اننا ما نعطوش المقادير بزاف الجرامات واخا الجرامات هما اللي هذا ولكن كنحاولوا حنا كنديروا العبار بالمعلقه وبالكاس يعني كنزيدوا كنديروا جوج معالق ديال الجليكوز مع معلقه ديال الماء في كاسرونه حتى كيغلى حتى كيذوب. عاد كنزيدوا كاس ديال سنيده حتى كيدير لينا الكشكوشه وكيذهب اللون ديالو كنزيدوا معلقه كبيره ديال الزبده وحنا دائما كنخلطوا بلاسباتو. ومن بعد كنزيدو كاس ديال لاكريم فخاش حنا كنبعدو راه كيبدا كتلول كيتحجر ولكن نستمرو في التحراك راه كيرجع كيكري وكيعقد. من بعد هاد الكراميل كنهزوه كنبقاو نحركوه حتى كيبرد شويه كناخد واحد الصينيه اللي كتدخل لينا المجمد غادي نلبسوها بفيلم اليمونتير وغادي نخوي فيها هاد الكراميل ونسرحوه مزيان بلاسباتو وندخلوه للمجمد ايه كيقصح كيشد راسو كيقصح واحد ساعه ولا ساعتين كناخدوه وكنقطعوه على القياس ديال البسكوي اللي خدنا من الاول هي ديال صابلي كنقطعوه على داك القياس يعني المستطيل. ومن بعد كندخلو عاود للمجمد حيت دغيا كيذوب لينا في يدينا حتى كيقصح عاود شويه بما نتوجدنا واحد الكميه ديال اللوز تقريبا 100 غرام ديال اللوز مقلي ومهرمش مسلوق ومقلي ومهرمش كندوزو فيه هاد الكراميل يعني هاد الكراميل كنهزوه من المجمد كنمرمدوه في هاد اللوز وكنلصقو على داك صابلي راه كيلصق معاه غير كنوركو عليه شويه كيلصق يعني هاد الكراميل كنلبسوه بداك اللوز كونكاسي وكنلصقو على اللوز كونكاسي محمر ياك كناخدو اللوز كنطلقو ونقليو ونهرمشوه ومن بعد كندوزو فيه هاد الكراميل ومن بعد كنلصقو على صابلي ونديرو نغطسو كامل هاد صابلي اللي ملبس بالكراميل كنغطوه في الشوكولاط وكنحطوه من فوق البابي ولا فوق السلوفان حتى كيبرد بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. هذا نوع ديال الشوكولاط اللي يعني كيبغيو الكبار والصغار يعني كيف ما قلتي ويعني قديم هو الصراحة يعني معروف عندنا ويعني الوليدات دابا كيعجبهم وهو في الغالب كيكون في داك الكاوكاو والفول السوداني ياك وانت درتي لنا باللوز للاحسن انا ما كيعجبنيش كوكو بزاف الحلويات باش المستمعات يعرفوا واش من الشوكولات كنتكلموا عليه هو تيكون يعني بالكاوكاو ولكن مزيان درنا فيه اللوز هذا الاقتراح ديال الشيف نعيمه الله يبارك فيك. والطريقه سهله الا تبعنا هذه المراحل يعني عجين صابلي صيبناه وصيبنا الكراميل صافي واللوز والشوكولات هادشي كتسهل. المهم اصلا الا درنا يعني الا درنا قبل
صابلين الى قبل مثلا طابلي ودرنا الكراميل الغد ليه كنبقاو في الفينيسيون كتجينا بحال هكا فعلا كيبقى لنا داك المونتاج ما بين اللوز والبواطه بالنسبه للدراري اللي كتعجبهم الصقاطه وهذا راه غيبقاو يعني ياخذوا يعجبهم بزاف فعلا طبيعه الحال